رسميا الفيفا يصدر قراره النهائي بشأن إعادة مباراة الجزائر والكاميرون. أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اليوم الاثنين قرارها النهائي بشأن مباراة الجزائر والكاميرون بإياب الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر. ورفضت لجنة الانضباط في الفيفا إعادة مباراة الجزائر والكاميرون وفقا لشكوى محاربي الصحراء، وقررت توقيع غرامة مالية قدرها 3000 فرنك سويسري على الاتحاد الجزائري لكرة القدم بسبب شغب الجماهير في مدرجات ملعب مصطفى شاكر بإلقاء المقذوفات وإشعال الألعاب النارية.